السلام عليكم دفعة سمو، راح تكون اليوم راح نشرح اليوم المحاضرة الثانية من البيوستات، محاضرة خفيفة وسهلة ولطيفة. نبدأ أول إشي عنوان محاضرة population والvariable. في عندي مجموعة تعريف لازم أعرفهم. أول إشي شو population اللي هي السكان، هي largest collection of entities، أكبر مجموعة أو اللي هي السكان كلهم بشكل عام. Of particular time contain all possible observation، فيهم كل الاحتمالات. For example the world Jordanian population، يعني مثلا كل سكان الأردن. target population هي large group بس still بتظل أصغر من population كامل. which draw a conclusion for example city of Irbid، يعني عندي target population هو عين كبيرة بس بتظل أصغر من population. مثلا بالنسبة لهذا المثال إنه كان population جوردن كاملة، فالtarget population حتكون إيش؟ مثلا مدينة إربد. study population هم الناس اللي أنا بقدر اللي عندهم إلهم أكس بقدر أوصل لهم من التارجت بوبوليشن. السامبل هي البارت من البوبوليشن سبست، يعني تفرع جزء صغير من البوبوليشن باخذه أنا وبعمل عليه الدراسة عشان بالنهاية أجيب المعلومات نتيجة الدراسة الكونكلوجن وأعممها على كل البوبوليشن. هون بنشوف السامبل تارجت بوبوليشن بعدين البوبوليشن. What's the inference؟ دكتور ركزت كثير على هذا المفهوم وحكت راح تجيب عنه. هو drawing conclusion about population from the sample. حسنا أنا عندي population، أخذت منه السامبل هي عينة عشان أعمل عليها الدراسة. هاي العينة الconclusion اللي بطلع معي النتيجة بدي أعينها على كل population، فهاي العملية بسميها inference، يعني تعيين الconclusion اللي طلع معي من العينة على كل population. example، في عندي نظرية، هسا عشان أعمل بحث لازم أول إشي يكون عندي hypothesis نظرية، بعدين أعمل بحث، بعدين أوصل لconclusion اللي هي نتيجة. الhypothesis هون عندي daily consumption of energy drinking can cause irregular heartbeat، يعني الاستخدام اليومي للمشروبات الطاقة ممكن يسبب عندي irregular heartbeat، دقات قلب غير منتظمة among the colleague student. هاي هي الفرضية اللي أنا عندي. هسا أول إشي عمين أنا بدي أعمم الدراسة، بدي أعممها عمين على طلاب اللي هي all colleague student who consume energy drinking in Jordan، يعني كل طلاب اللي بيستخدموا عندي اللي هي مشروبات الطاقة في الأردن. هاي أنا وين بسميها اللي هي target population. بعدين أنا بعد ما أخذ target population بدي أعمل study population اللي هم مين حكينا اللي أنا بقدر أوصل لهم من هاي target. مثلا إحنا بجامعة العلوم والتكنولوجيا لو دكتور بدي يعمل هذا research مين حيقدر يوصل؟ حيقدر يوصل للطلاب يلي موجودين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بعدين اللي بيستخدموا طبعا اللي بيشربوا طبعا اللي هي مشروبات الطاقة، بعدين هذول ما حاخذهم كلهم، حاخذ منهم عينة أعمل عليها الدراسة. هاي العينة حتكون من الطلاب اللي بيوافقوا يدخلوا بهاي الدراسة ويكونوا بيستهلكوا مشروبات الطاقة بشكل يومي. هاي ايش بسميها؟ sample population. بالنهاية السامبل هي اللي هعمل عليها الستدي. What's the type of statistical method؟ إما descriptive أو inferential. الdescriptive هي أنا إشي بوصف للي قاعد بصير، organization and summarization للداتا، بنظم وبلخص المعلومات اللي بتصير. دائما descriptive statics للpopulation والinferential statics للسامبل. الinferential statics هي بوصل أنا لإيش؟ لنتيجة، لdecision، لقرار عن طريق إيش؟ السامبل. فعندي descriptive statics دائما للpopulation والinferential statics للسامبل. هسا شو الفرق أو شو إيجابيات الpopulation study أو descriptive study عن الinferential statics؟ هسا بتقل عندي بالdescriptive statics أو population study اللي هي بعملها على كل population، بتقل عندي sample bias. يعني sample bias في عندي دائما لما أجيب أنا أعمل أجيب أجمع sample مستحيل ما يكونش فيها تكون دقتها كاملة 100%، مستحيل إنه يكون فيها من كل عينات المجتمع أو متنوعة بما يكفي عشان تمثل كل العينات. بس أنا ممكن كل ما جمعت هاي sample بطريقة صحيحة بتقل عندي البياز الناتجة، بس مستحيل توصل صفر. بس في population studies أو descriptive statics ما بيكون عندي اللي هي sampling bias لأنه أصلاً أنا ما عندي sample، أنا قاعدة بعمل على population كامل. sample study بينما sample study بتكون عندي أرخص أسهل عملية أكثر، يعني أنا مثلاً كل ما بدي أعمل research بدي أروح أعمله على كل سكان الأردن لا، بأخذ sample أسهل إلي أرخص عشان مثلاً أرخص لإلي
وعملية أكثر. What are the type of statistical measurement? Parameter and statistical. Static. Parameter هي بستخدمها، هي القياسات اللي بعملها على population. القياسات اللي بعملها على البوبوليشن بسميها بارامتر، والقياسات اللي بعملها على السامبل بسميها ستاتيك. القياسات اللي بعملها على البوبوليشن بارامتر بي بي، وعلى السامبل ستاتيك اس اس. اللي بعملها على البوبوليشن برمزلها بجريك لتر زي ميو بيتا دلتا، بينما اللي بعملها على السامبل بلاتين لتر زي اللي هي سمول لاتين لتر، زي اللي هم الاحرف اللي هي سمول لتر. variable شو يعني variable؟ يعني اشي متغير specific characteristic، بيحتمل عنده different value، عنده قيم متغيرة زي ال age العمر مش ثابت عند الكل، ال high الطول، الوزن، ال blood pressure. شو يعني random variable؟ متى بتكون عندي random variable؟ هسا انا بروح بجمع sample بشكل random بشكل عشوائي، بعدين بشوف اللي هي ال variable اللي عندهم. الفاريبل اللي بيطلعوا معي من هاي السامبل اللي جمعتها بشكل عشوائي بسميها راندوم فاريبل، يعني طلعت معي باي تشانس. مش انا اخذت مثلا ناس ناجحه وبعدين شفت نوع لون عيونها عشان اربط بين لون العيون ونسبه النجاح. لا، لازم تكون عندي السامبل ماخوذ بشكل راندوم. برمز لهم طبعا راندوم فاريبل بكابيتال لتر. الفاريبل divide variable طرق اللي هي قسم فيهم ال variable، إما qualitative أو quantitative. quality اللي هي describe، يعني أنا بدي أشوف أوصف، ما حقيس، cannot be measured ما بقدر أقيسها. category must not overlap، ما تتداخل، must cover all possibility ولازم تغطي كل الاحتمالات. في عندي two type لل qualitative، nominal و ordinal. nominal مش مهم فيها الترتيب، يعني زي الجندر، لما اسالك مثلا انت ايش الجندر تبعك احكي لي مثلا ميل او فيميل، مثلا غيرتهم حطيت فيميل اول بعدين ميل، ما حتفرق معي، هاي بسميها النومينال. بينما الاوردينال الرانك اوردرينج الاوردر او الترتيب بيفرق معي، لازم يكونوا بترتيب معين، زي مثلا مستوى الاديوكيشن ليفل، مثلا توجيهي، وفي عندي توجيهي وعندي بكالوريوس ماستر دكتوراه. الجريدنج للبين، البين من 1 لـ 10، 1 اقل اشي و10 اعلى اشي، اذا غيرتهم بيختلف عندي الترتيب. فهون الترتيب اساسي، النومينال الترتيب فيه مش اساسي. الكوانتيتيف انا هاي اشي بقدر اقيسه ميجر نوميريكال. في عندي تو تايب، نوعين لهم، ديسكريت والنوع الثاني كونتينيوس. الديسكريت هذا النوع اللي انا بعده في عدد ثابت ولازم يكون العدد صحيح، ممنوع يكون فيه كسور او فواصل. مثلا نيجي على الأمثلة، رول اوف داي اوف داي، عدد الناس اللي ماتوا مثلا بسنة معينة، هذول انا احدهم راح يطلعوا معي عدد صحيح، ممنوع يطلع فيهم كسور. النمبر اوف ديلي ادميشن تو هوسبيتال، عدد الناس اللي دخلتهم مثلا بيوم معين على المستشفى، انا راح اعدهم، اونلي سيرشن فيكست فاليو اند نو انترميديت فاليو، رقم ثابت وما في عندي ارقام وسطية. كان بي كاونتد بقدر اعدهم. الكونتينيوس can be potentially assumed by value within a specific interval not restricted or integer value. يعني هذول غالبا الكونتينيوس لهم اجهزه بتقيسهم، وعادي اذا كان فيهم كسور او فواصل عشريه او whatever، زي الوزن، زي الطول، زي الوقت، زي البلاد بريشر. سمري هنا على الفاريبل كواليتاتيف وكوانتيتاتيف. الكواليتاتيف حكينا اللي هي انا ما بقدر اقيسها، نم ميجربل. عندي النومينال والاوردينال. النومينال مش مهم فيها الترتيب، والاوردينال مهم فيها الترتيب. الكوانتيتيف الديسكريت والكونتينيوس. الديسكريت ممنوع يكون فيها كسور، الكونتينيوس عادي ممكن يكون فيها كسور. الديبندنس والاندبندنس فاريبل. الديبندنس هي الاشي اللي بتاثر، والاوتكم اللي صار من التعرض لاشي معين. الاشي اللي انا تعرضت له او الاكسبوجر ايش بسميه؟ اندبندنت. dependent و independent. ايش الاشي dependent؟ هو النتيجة اللي صارت معي نتيجة التعرض لاشي معين. الindependent هو هذا الاشي اللي تعرضت له. طبعا الdependent والindependent بيختلفوا حسب الدراسة وحسب اللي هي المثال اللي بيجي فيهم. نيجي على مثال هون، time spent study and test score. ايش الoutcome؟ اللي هي test score، العلامة. طيب ايش هاي بدها تكون dependent؟ الindependent
هو time spent studying اللي هو الوقت اللي بقضيه بالدراسة. What kind of measurement of this question؟ معلش نرجع نكمل. مثلا بدهم هنا نوع اللي هي المجر. In general health, in your general health, poor, reasonable, good, excellent. هون اشي ما عديته مش مجربل، فهو ايش كان؟ حيكون qualitative. طيب qualitative هون كان ترتيب مهم فيهم؟ فهو حيكون ordinal qualitative. Number of car current, number of car currently in parking lot اللي هي عدد السيارات اللي صافة بباركينج. اشي هذا ايش؟ مجربل، فهو ايش حيكون؟ quantitative. طيب ممكن يكون في كسور، يعني احكي صف 3 سيارات ونص او 2 سيارات ونص، لا حيكون لازم يكون اعداد صحيحه، حيكون ديسكريت كوانتيتيف. البلد بريشر اشي بقدر اقيسه فهو كوانتيتيف. ممكن يكون في كسور؟ ممكن عادي، فهو حيكون كونتينيوس كوانتيتيف. فاكولتيز ان جاست اشي مش بعده، اشي هون بوصفه اكثر، فهو ايش حيكون؟ كواليتيتيف. الترتيب مهم فيه؟ لا، فهو حيكون نومينال. طبعا هون فاكولتيز ان جاست حكت الدكتوره ليش ما نحكي عنها اللي هي كوانتيتيف، لانه انا ما حكيت النمبر اوف فاكولتيز ان جاست. وهيك بتكون خلصت المحاضره، يعطيكم العافيه.